برضه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي عندنا يعني نتائج مبهره جدا ونجاحات عظيمه، اخرها فريق 2001، الفريق اللي ما بيعرفش غير لغه الفوز بره وجوه، فاز على نادي الزمالك في ملعبه في 100 عقبه 2-0، وفي نفس الاسبوع فاز على نادي الاسماعيلي في ملعبه 3-1. فريق 2001 فريق دايما بيقول نسر الاهلي هيفضل عالي كبار واشباب.